اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى جبت لكم معايا النهارده ايه ده، رسائل السلايم الفظيع وجواه ايه الين رهيب شكله جامد جدا. يا مامي ده شكله كمان مرعب قوي. ايه ده، انا عايزه ان انا افتحه. طبعا يا اصحابي اللعبه دي صالحه للاطفال فوق سن 3 سنين عشان ده طبعا مش للشرب. تعالوا بقى نفتح اللعبه الرهيبه قوي دي ونشوف يا ترى ايه الكائن الفضائي بقى اللي جوه ده. رسائل السلايم اللزق اللونه تيركواز ده، ايه ده، بصوا كان بيبص لي ازاي. يا مامي ده شكله فعلا مرعب قوي. مستعدين؟ هفتح بقى اللعبه من فوق كده، هتفرج بقى عليها ونشوف يا ترى دي عباره عن ايه. واو، بصوا كائن اللزق كده طلع، هو راسه بقى كبير قوي. يا مامي بصوا شكله ملظلظ ازاي، يا ده ملظلظ قوي اهو. بصوا بقى شدته كله اهو، يا بصوا عامل ازاي اهو، طلعته بقى كده كله. بصوا معاه كده حاجه كليبري سائل السلايم اللي هو قاعد فيه ده، وبصوا بقى قصير كده خالص وراسه كبيره جدا شبه ايتي. لو عارفين الفيلم الفظيع ده بتاع الصغيرين شبه الجيلي كده كمان. ايتي جو هوم، شكله جامد جدا الكائن الفضائي الرهيب ده. بصوا بقى كمان رجليه وايديه صغيرين وراسه بقى ايه شكل الهارت كده، شكلها جامد قوي. بصوا بقى راسه فظيع وعينيه بقى سودا، شكله كبار ومرعب قوي. هاي مستر إيليان، هاو ار يو. بصوا بقى شكلنا بيبص لنا ازاي، عنده ايه، عنده 4 صوابع ولا 5؟ عنده 4 صوابع بس. يا مامي ده ايده مرعبه جدا، بصوا وراسه كبيره قوي 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 وعينه سودا كده. يا مامي شكله فعلا غريب قوي، وما عندوش بق تقريبا، مراخير بس او بق صغنون قوي. واو شكله فعلا كائن فضائي رهيب. الله ده حلو قوي الكائن الفضائي الرهيب ده. بصوا ادينا كده اتفرجنا عليه، وهنا بقى شفنا الماده الكليبري اللي معاه الملظلظه بقى الفظيعه، شكلها فعلا مقزز قوي. يا شكله فعلا جامد، تعالوا نشوف هينور في الضلمه. ده اعتقد ان هو بينور في الضلمه عشان البشره بتاعته تقدر ان هي تمتص اشعه النور، بقى كده بتنور في الضلمه. ممكن بقى ان احنا نفصله عن الماده اللزجه اللي معاه، نقعد بقى نلعب بيها لوحدها. طبعا دي مضاده للتوتر وشكلها جميل جدا وشفافه. بص بقى نقدر احنا نلعب بقى بيها، دي المادة اللي هو جاي منها اهي، شكلها جامد جدا. تعالوا بقى نرجعها تاني ونحط بقى في البصو، بنضغط بقى كده عليها في الكيوب اللي هو جاي معاه ده اهي. بصوا حطيناها بقى كده، ونحط بعد كده بقى ايه الالين، ايه ده اغمى عليه عيني ورا. هنتيله بقى وندخله جوه معانا في العلبة اهي. بصوا نقعد بقى نعملها كده عشان تنزل بقى تحت شوية، وبعدين نحط بقى الكائن الفضائي بتاعنا. الله شكله فعلا جامد قوي. وبعدين نضغط بقى كده عليه، الله شكله فعلا عجبني قوي. قوليلي بقى رأيكم فيه، انا عن نفسي عجبت بيه الكائن الفضائي الرهيب قوي ده، شكله فعلا حقيقي بالمادة اللزجة اللي هو قاعد فيها. بصوا انا لازم اغسل ايدي بعديها، بس ما مسختش ايدي خالص. انا عامة انبسطت بيه قوي، المادة دي اصلا بتحافظ عليها عشان ما يموتش، وبيقدر ان هو ياخد بقى يتغذى عليها. وفي الوان تانية كتير معانا بقى، في اللون الاصفر والبينك والوان تانية كتير من الكائنات الفضائية. والله انا انبسطت جدا بالكائن الفضائي الفظيع قوي. تقولوا لي بقى في الكومنتات رايكم فيه. طبعا قطر حلو الاطفال، هنجيب لكم بقى كائنات تانية برضو مخيفة جدا ومرعبة قوي. سائل السلايم اللزق الايه المخيف قوي ده. اتمنى ان يكون الفيديو بسيط عجبكم. بليز ما تنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.